تحية طيبة وأهلا بكم مشاهدين الكرام وحلقة جديدة من صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. نبدأ من صحيفة البصائر العراقية ومقال الكاتب وليد الزبيدي بشأن الخسائر الأمريكية في العراق مع عمليات لم تتوقف من قتل الجنود الأمريكان والبريطانيين وقوات الاحتلال الأخرى، وما تم نشره أو تأشيره من خلال مراجعات وتدقيق لبيانات القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى والبيانات التي وثقتها وزارة الدفاع البنتاغون، ثم المواقع التي أخذت توثق خسائر القوات الأمريكية، وتؤكد أن العمليات في تزايد مضطرد، كما أن الرقعة الجغرافية تتسع، وشكل ذلك صدمة مهولة للقيادات العسكرية الأمريكية والبريطانية ولدوائر صنع القرار في واشنطن ولندن. بعد انتهاء الأسبوع الثاني من شهر حزيران 2003، اعترفت القوات الأمريكية بمقتل اثنين من جنودها، أحدهما في الكوت والثاني في الفلوجة. وفي اليوم نفسه في يوم الجمعة شن المقاومون هجمات في الموصل، وأعلن الجنرال الأمريكي بنجامين فرانكي أن مدنيين عراقيين قد هاجموا القوات الأمريكية وأن معارك قد حدثت. ورغم أن خسائر القوات الأمريكية التي تتكبدها تلك القوات من جراء هجمات المقاومين في العراق لم تصل الرأي العام الأمريكي كاملا مع تزايد عدد الهجمات ضد تلك القوات، إلا أن أصحاب القرار وبالأخص في التخطيط العسكري والاقتصادي الأمريكي كانوا على معرفة بأوضاع الميدان. ففي الوقت الذي تحتدم فيه المعارك بين القوات الأمريكية ورجال المقاومة في العراق، جرى تسريب معلومات للمرة الأولى عن تكلفة حرب العراق، ونقلت صحيفة USA Today في عددها الصادر في 13 أيار أن حرب العراق تكلفت 62 مليار دولار، وأن كل دافع ضرائب أمريكي سيتحمل 251 دولاراً. وطبقاً للخطط قبل الحرب، كان مقرراً أن تبقى القوات الأمريكية في العراق فترة أطول، وأن عدد القوات الأمريكية التي ستبقى في العراق إلى أجل غير مسمى يقدر بحوالي 160 ألف جندي، مما يعني إرجاء حساب تكلفة إعادتهم إلى الولايات المتحدة. عن احتلالي بريطانيا وأمريكا للعراق يقول الكاتب أدهم إبراهيم: نحن لسنا في معرض ترجيح الاحتلال البريطاني على الاحتلال الأمريكي للعراق أو العكس، حيث أن الأهداف الاستعمارية لكلا الدولتين واحدة، إنما نستعرض النموذجين عند احتلالهما للعراق وما تمخض عنهما من أمريكا وبريطانيا عام 2017 وأمريكا بريطانيا عام 2017 وأمريكا عام 2003. فالاستعمار البريطاني بالنظر لأهمية العراق بسبب موقعه الاستراتيجي الجغرافي ولرغبة بريطانيا بالتوغل في منطقة الشرق الأوسط، فقد أقدمت على احتلال العراق بولاياته الثلاث، وأرغمت بريطانيا السياسيين على رعاية مصالحها، وضغطت على الحكومات المتعاقبة لقمع المظاهرات والاحتجاجات بالقوة. وكان البريطانيون بارعين في مشاريعهم الاستعمارية ولديهم تجارب في الهند وغيرها من الدول وأفريقيا. في المقابل عملت أمريكا ومنذ احتلالها للعراق على حل الجيش العراقي والقضاء على الروح الوطنية العراقية باعتمادها على عناصر مختلفة وهزيلة وجوقة من المنتفعين بهدف احتلال أو إحلال الهويات الطائفية تارة والقومية تارة أخرى، تحلها محل الهوية الوطنية الواحدة في عملية هجينة طائفية قومية لغرض تفتيت النسيج الاجتماعي العراقي. بعد وصول الحاكم الأمريكي بولي برايمر إلى بغداد في أيار مايو 2003، اتخذ قرارين جذريين. الأول المسمى اجتثاث البعث لعزل كل أعضاء حزب البعث وإبعادهم عن الإدارة والسلطة، وكانت نتيجة انهيار إدارة الدولة بشكل تام بعد مغادرة المديرين التنفيذيين والموظفين الأكفاء تحت ذريعة انتمائهم لحزب البعث. والقرار الثاني الذي أصدره برايمر حل الجيش العراقي وكل أجهزة أمن الدولة، ثم أعاد تشكيل الجيش بدمج ميليشيات الأحزاب المعارضة لنظام صدام حسين
ممن لديهم ولاءات لأحزابهم ورعاتهم الخارجيين أكثر من ولائهم للوطن أو الدولة العراقية. وبالإضافة إلى عدم الكفاءة الإدارية ودمج الميليشيات الحزبية في القوات المسلحة، فإن العراق شهد فساداً هائلاً في النظام الذي وضعه برايمر. وبعد رحيله عام 2005، كشف تقرير للمفتش العام لإعادة إعمار العراق اختفاء 9 مليارات دولار من خزائن إعادة الإعمار، ثم مئات المليارات الأخرى تم تهريبها على مدى السنوات التالية في الفساد المستشري على جميع مستويات الدولة العراقية. يقول الكاتب مهدي قاسم في مقال لصحيفة صوت العراق: مثلما كان متوقعا، فإن زوبعة مقتدى الصدر بدأت تهدأ شيئا فشيئا، طبعا مؤقتا، ذلك لأن المرء لا يمكن أن يعرف أو يعلم، بل حتى ولا يتكهن لماذا يفكر أو يريد مقتدى الصدر، وأي موقف سياسي سيتخذه غدا ليتراجع عنه بعد غد. وهكذا دوليك في بلد العجائب والغرائب. وفنجان المالكي واسع وعميق قعره، يحتوي على ساسة فاسدين من زعماء سقط متاع وقمامة أحزاب ودكاكين سياسية. وقد غض المالكي النظر عن فسادهم ونهبهم للمال العام طيلة السنوات الثماني من فترة حكمه التخريبي المدمر للعراق، فضلا عن شراء ذمم بعض شيوخ عشائر رخيصين بحفنة دولارات ليستخدمهم في صراعاته السياسية. وبين زوبعة الصدر وفنجان المالكي تتسع هوية العراق متعمقة يوما بعد يوم، لتصبح أكثر بؤسا ورثاثة وخرابا، بل يكون ضربا من جحيم لا يطاق، قد يصلح لكل شيء ما عدا لعيش كريم وطيب مريح. بين زوبعة الصدر وفنجان المالكي تتسع هوية العراق متعمقة يوما بعد يوم، لتصبح أكثر بؤسا ورثاثة وخرابا، بل يكون ضربا من جحيم لا يطاق، قد يصلح لكل شيء ما عدا عيش كريم وطيب مريح. محنة العراق المزمنة التي جعلها هؤلاء الساسة الفاسدون أشبه بشبكة صيد متشابكة وشائكة، فأي حل لها قد يصبح بمثابة تعقيد جديد، وأكثر تشابكا وتعقيدا خطيرا في دفع الأمور نحو وضع أسوأ وأفظع. فمن هنا يبدو أن أي تذاك أو تشاطر، سواء تحليلا أو اقتراحا، يبدو مثيرا لضحك ومسخرة. إذن نتصور الأمر على نحو أن شخصا متقلب مزاج ومواقف وضيق أفق فكري فادح يقود ربما الملايين من أتباع، وشخصا آخر فاسدا حتى النخاع وفاشلا حتى القاع يقود مئات آلاف من جموع غفيرة، وهما يتحكمان بمصير البلد وبإمكانهما أن يفعلا به أي شيء يرغبان بفضل هذه الجموع الغفيرة. ارتكبت إسرائيل مذبحتها الأخيرة التي راح ضحيتها عشرات الفلسطينيين في غزة، والتي شملت قتلى ما لا يقل عن 17 طفلا، ثم تبعتها بهجوم دموي في الضفة الغربية أسقط عددا من الفلسطينيين قتلى بمن فيهم طفلان، في عقاب الكشف قبل أسبوعين عن وثائق سرية تخص مذبحة ارتكبتها شرطة حرس الحدود الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في عام 1956 في قرية كفر قاسم. لقد كانت المذبحة الأخيرة جزءا من سلسلة متواصلة من المذابح التي استهدفت فلسطيني غزة، والتي بدأت بعد وقت قصير من إنشاء المستعمرة الاستيطانية الصهيونية عام 1948. وقد تكررت الغارات الحدودية الإسرائيلية على الضفة الغربية التي ضمها الأردن في عقاب النكبة وعلى غزة، ثم غدت تحت السيطرة المصرية في وقت مبكر من خمسينيات القرن الماضي. جرى الإفراج مؤخراً عن مئات الوثائق التي استخدمت في محاكمة الضباط الإسرائيليين المتهمين بالمجزرة، والتي ظلت قيد الكتمان حتى الآن بموجب قرار محكمة الاستئناف العسكرية، استجابة لطلب قدمه الباحث في معهد عيكيفوت الإسرائيلي آدم راز منذ 5 سنوات تقريباً.
وفي حين أن تفاصيل المجزرة معروفة منذ عقود، فإن ما كشفته الوثائق الجديدة هو أن خطة ارتكاب المجزرة كانت في الواقع جزءاً من خطة إسرائيلية أكبر أطلق عليها اسم عملية هافار بيرت لطرد جميع سكان الفلسطينيين من منطقة المثلث. وقد كانت خطة الترحيل الإسرائيلية هذه ستقطع شوطاً طويلاً لاستكمال الطرد الإسرائيلي ل90% من الفلسطينيين من الأراضي التي أصبحت إسرائيل خلال الغزو الصهيوني لفلسطين في فترة ما بين 1947 وحتى 1949. وتضمنت خطة الطرد الجديدة اعتقال الفلسطينيين ثم إجبارهم على الفرار إلى الأردن وسط فوضى الحرب، حيث إن ذلك كان سيتزامن مع الغزو الإسرائيلي لمصر والذي خططت له إسرائيل في مؤامرة مع فرنسا وبريطانيا بهدف إسقاط جمال عبد الناصر. لكن ما ينسى غالباً في تعداد وسرد تاريخ المذابح الإسرائيلية للفلسطينيين هو أنه بينما كان يجري ذبح الفلسطينيين في كفر قاسم، ارتكب الإسرائيليون مجزرتين أخريين بحق فلسطينيي غزة أثناء الغزو الإسرائيلي لغزة ومصر. علقت مجلة إيكونوميست على أن السياسة النقدية التي تتبعها المصارف المركزية العربية قد تؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتوسع مستوى العجز في الميزانيات، والسبب وراء ذلك هو اتباع تلك المصارف سياسات نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وأشارت المجلة إلى تعليق مصرفي ساخر على مراقبة السياسة المالية في الشرق الأوسط لأنها مثل أخذ أولادك إلى قطار الملاهي في حديقة الألعاب، حيث تفضل مشاهدة القطار بدلا من الركوب فيه، لكنك هنا مع الأولاد وقد ربطت الحزام وتتدحرج صعودا إلى التلة وتنتظر خائفا السقوط في الطرف الآخر. وتضيف المجلة أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي زاد سعر الفائدة 4 مرات هذا العام، وهو ما دفع المصارف المركزية العربية لعمل الشيء نفسه حتى لو لم تكن تفضل تلك البلدان هذه الزيادة. فهناك قلق من أن تصبح كلفة الاقتراض العالي عقبة غير ضرورية أمام الاقتصاديات التي لا تشهد نشاطاً مفرطاً. السياسة النقدية التي تتبعها المصارف المركزية العربية قد تؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتوسع مستوى العجز في الميزانيات نظراً لمتابعتها سياسات نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وهناك من يخشى أنه للحفاظ على تدفق رأس المال فهم مضطرون لرفع مؤلم في معدلات الفائدة، مما قد يعيق اقتصاداتهم ويضغط على الميزانيات. ومن بين نادي دول مجلس التعاون الخليجي ربطت 5 دول عملاتها بالدولار، أما الكويت فقد ربطت الدينار بسلة من العملات، وهو ما يساعد على استقرارها نظراً لأن معظم الدخل الحكومي والنشاط الاقتصادي مرتبط بأسعار النفط الذي يتم تبادله بالدولار. لكنها مضطرة لأن تتابع قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المتعلقة بسعر الفائدة للحفاظ على الرابطة مع الدولار مهما كانت ظروف الاقتصاد المحلية. والآن مشاهدينا إلى فقرة الكاريكاتير. خصصت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا مقعدا للخروف شون على مركبتها الفضائية التي ستنطلق في مهمة إلى القمر. وأعلن استوديو أنيميترز أردمان للرسوم المتحركة
أن الشخصية التلفزيونية الشهيرة ستكون على متن رحلة أرتميس واحد غير المأهولة، وستكون هذه أول رحلة ضمن برنامج أرتميس الذي سيعيد رواد الفضاء في نهاية المطاف إلى سطح القمر. وستشهد هذه المهمة تحليق دمية الخروف شون على بعد حوالي 311 ألف ميل، أي نحو 500 ألف كيلومتر من الأرض. ولن تقل الرحلة الأولى لمركبة الفضاء التابعة لوكالة ناسا أوريون طاقماً بشرياً، لكن سيجري التحكم بها من الأرض. وقد قال مدير الاستكشاف البشري والإنسان الآلي في وكالة الفضاء الأوروبية ديفيد باركر إنه وقت مثير لشون ولوكالة الفضاء الأوروبية. أعلن وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود الأربعاء عن وفاة 26 شخصاً بسبب الحرائق التي اندلعت في عدد من الولايات شرق الجزائر، بحسب تقرير مصور لصحيفة القدس العربي. وقال بلجود في تصريح تلفزيوني للتلفزيون الجزائري أن السلطات المعنية سجلت 106 حرائق على مستوى عدة ولايات شرقي الجزائر، تم على إثرها فقدان نحو 800 هكتار من الغابات و 1300 هكتار من الأحراش. واتهم وزير الداخلية الجزائري أطرافاً لم يحددها بافتعال بعض الحرائق في بلاده، وتابعتم تجنيد آلاف عناصر من الحماية الوطنية والجيش واستخدام الإمكانيات التابعة للجيش والحماية المدنية. كما كشف بلجود عن حصول عطل بالطائرات الروسية المستأجرة، وذلك خلال أداء مهامها في واحدة من الحرائق منذ 3 أيام، مؤكداً العمل على إصلاح الأعطال في أقرب وقت. والآن إلى فقرة فيديو اليوم. شهد على حضارة تاريخية هامة عاشتها البلاد، وبما أن المكتبة الوطنية هدفها الأساسي هو حفظ الذاكرة الوطنية، إذن فهذا المخزن هو تحفظ فيه كل الجرائد الصادرة بالبلاد التونسية. Les plus fragiles, vu qu'il y a l'acide de l'encre qui fragilise le papier, qui fragilise le document en général. Je voulais accélérer le processus de numérisation, surtout des périodiques, parce qu'on était en course contre les éléments de détérioration de ces périodiques. Certains périodiques ne se trouvent pas ailleurs. وفي الختام تقبلوا تحياتنا، إلى اللقاء.